لليوم الخامس عشر على التوالي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي التوغل النسبي في محاور مختلفة من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مخلفة هذه القوات الإسرائيلية الدمار واسع وشامل في تلك المحاور التي لا زالت حتى هذه اللحظة تتوغل فيها، تحديدا في منطقة امتداد شارع رقم 8 ومنطقة دولة ومفترق الصلاة ومنطقة خلف الصلاة تحديدا وأرض البرعصي. الليلة الماضية كانت هناك سلسلة من الاستهدافات على مدينة غزة وأحيائها المختلفة، كان هناك استهداف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، هذا الاستهداف أدى لارتقاء 4 من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وجرح آخرين نقلوا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة. أيضا كانت هناك استهدافات إسرائيلية في حي الزيتون والصبرة طيلة الليلة الماضية، وحتى هذه اللحظة بين الحين والآخر تواصل المدفعية الإسرائيلية استهدافها مناطق متفرقة من أحياء الزيتون والصبرة، ونشاهد بشكل مستمر أعمدة الدخان سوداء تتصاعد من تلك المناطق نتيجة استمرار العملية العسكرية في تلك المناطق التي تشهد استهدافات إسرائيلية مستمرة على مدار الساعة. وكان هناك أيضا عدد من الشهداء والجرحى في استهداف منزل تحديدا الليلة الماضية لعائلة ياسين في حي الزيتون، وكانت هناك أكثر من استهداف من قبل الطائرات المسيرة من نوع كواد كابتر لتجمعات الفلسطينيين سواء كان في محيط مسجد صلاح الدين أو شارع كشكو أو شارع المدهون في المناطق الشرقية لحي الزيتون، حيث كل الفلسطينيين منذ 15 يوما الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم في تلك المنطقة لأخذ حاجاتهم الأساسية يتعرضون بشكل مباشر إما لإطلاق نار من طائرات الكواد كابتر أو إلقاء القنابل الحارقة تجاه هؤلاء الفلسطينيين، ونتيجة الاستهدافات المتكررة أدى إلى ارتفاع عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وجرحى آخرين نقلوا إلى المستشفى الأهل العربي المعمداني. أيضا في محيط منطقة المستشفى الأردني تحديدا في تل الهوى غربي مدينة غزة تعرضت شقة سكنية لاستهداف مباشر من طائرة حربية إسرائيلية أودت في حياة 3 من الفلسطينيين وجرح آخرين، مع العلم أن هذه المناطق تشهد بين الحين والآخر استهدافات إسرائيلية متواصلة، والآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتوغل في أكثر من محور وتتواجد في المناطق الشرقية سواء الزيتون والصبرة وحي الشجاعية تقوم بشكل متواصل بفتح أسلحة رشاشاتها الثقيلة صوب تجمعات ومنازل المواطنين في تلك المنطقة، والمدفعية الإسرائيلية تستهدف بشكل مباشر تلك المنطقة في سياسة إسرائيلية واضحة لاستهداف الكل الفلسطيني والفلسطينيين الذين يتواجدون في تلك المناطق، وهذا اضطر كثير من الفلسطينيين للنزوح من تلك المناطق التي تشهد استهدافات إسرائيلية للتواجد هنا في حي الرمال في وسط مدينة غزة والمناطق الغربية الشمالية، ورغم ذلك هذه المناطق تتعرض وهي عرضة لاستهدافات إسرائيلية بين الحين والآخر تستهدف شقق مأهولة السكان، وتؤدي هذه الاستهدافات إلى ارتفاع عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين.